اعتمد اليوم بقصر الديمقراطية نواب الجمعية الوطنية ثلاث مشاريع قوانين تتعلق بالمصادقة على اتفاقيات حول تنقيب واستغلال ونقل المحروقات الموقعة بين البلاد والشركات البترولية. تقرير محمود حسن سمبو. ضمن الاكتشافات المتواصلة لإنتاج النفط الذي يسهم مساهمة فاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، فقد قدمت وزارة البترول والطاقة إلى الجمعية الوطنية بثلاث مشاريع قوانين بهدف مناقشتها ومن ثم اعتمادها، لأنها تقضي بالمصادقة على أربع ملاحق لاتفاقيات تنقيب واستغلال ونقل المحروقات وقعت بين البلاد ومجموعة من شركات النفط العالمية، حيث الملحق الأول وقع في 10 مايو 2017، بينما الملحقين الثاني والثالث فقد وقع عليهما في كل من 29 مارس و9 مايو 2017، أما الملحق الأخير فهو أيضا وقع عليه في 9 مايو. هذا الأخير اعتمده النواب ب111 صوتا، بينما صوت عليه 25 برلمانيا بلا، في حين امتنع 5 نواب عن التصويت عليه. كان ذلك عقب تقديم أسئلة استفسارية عديدة من قبل النواب إلى وزير البترول والطاقة. كما اعتمد النواب أيضا كل من الملحق الأول والثاني والثالث ب133 صوتا، بينما صوت 14 برلمانيا بلا، وامتنع نائب واحد عن التصويت. هذا وعقب اعتماد هذه المشاريع فقد تحدث الوزير عن أهميتها. يبقى إذن على الوزارة تفعيل هذه الاتفاقيات المصادق عليها من قبل النواب على أرض الواقع حتى تساعد البلاد في اجتياز هذه الأزمة المالية والاقتصادية التي تعيشها منذ شهور عدة. كما أعلن اليوم رئيس الجمعية الوطنية الدكتور هارون كبادي اختتام الدورة الأولى غير العادية للجمعية الوطنية لعام 2017، وذلك بحضور وزير الدفاع الوطني بشار عيسى جاد الله ممثلا لرئيس الحكومة. هذا وقد أكد رئيس الجمعية بأن هذه الدورة غير العادية الأولى جاءت بهدف مراجعة قانون المالية المعدل لعام 2017، وكذا مناقشة 3 مشاريع قوانين تتعلق بالمصادقة على اتفاقيات وقعت بين البلاد وشركات نفط عالمية حول كيفية تنقيب واستغلال ونقل المحروقات. وعلى ضوء ذلك فقد طالب هارون كبادي أعضاء الحكومة بالعمل من أجل تنفيذ قانون المالية كما تم اعتماده من قبل النواب.